السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأعزاء. إذا اليوم غادي ندوزو الصفحة 40 من كتاب الجيد في الرياضيات الخاص بالمستوى الرابع ابتدائي. إذا غنكملو على بركة الله بالتمرين رقم 7. السؤال يقول: أملأ خانة الجدولين ثم أكتشف قابلية القسم على 2 ثم على 5. إذا عندنا هذا الجدول فيه الأعداد، هما هادو، كاين عندنا 106، 350، 415، 1089. هنا غادي نجبدو من كل عدد غنجبدو ليه رقم الوحدات ديالو، باقي قسمة العدد على 5 وباقي قسمة رقم الوحدات على 5. إذا عندنا بالنسبة للعدد الأول، إذا عندنا العدد الأول رقم وحداتي هو 6، باقي قسمة العدد على 5. إذا إذا شدينا هاد العدد وقسمناه على 5، يعني إلا قسمنا على 5 غادي تشط لينا باينة، غتشط لينا 1، لأن 6 لحيدنا من 5 غتبقى 1. حنا نقسموها، إذا عندنا 106 مقسم على 5 فيها 12، الباقي 0، 6 فيها 1 الباقي 1، إذا كيبقى عندنا 1. إذا باقي قسمة العدد على 5 1، باقي قسمة رقم الوحدات على 5 يعني إلا شديناها 6 قسمنا على 5 فيها 1 وتشط لينا 1، إذا 1. بالنسبة للعدد الثاني 350 رقم وحداتي هو 0، باقي قسمة العدد على 5، إذا 35 غنديروها هكا غير بالعقل، 35 مقسمة على 5 فيها 7، 7 في 5 35، إذا غتبقى لنا 0، هذا يقبل القسمة على 5، 0، باقي قسمة رقم وحداتي على 5 هو 0، إذا 415 رقم وحداتي هو 5. باقي قسمة العدد على 5، إذا إلا شدينا 41 فيها 8 تبقى 15، إذا ما غاديش هانتيا، غادي تبقى لنا 0. 415 مقسمة على 5، عندنا 41 فيها 8، 8 في 45، 41 غتبقى 1، نزلو 5، 15 فيها 3، 15 الباقي 0، إذا كيتبقى لنا في الباقي 0. باقي قسمة رقم الوحدات على 5، إذا غتبقى لنا 0، قسمنا رقم الوحدات 5 قسمنا على 5 تعطينا أو غتبقى لنا 0. بالنسبة للعدد الثاني رقم وحداته 9، باقي قسمة العدد على 5، إذا 10 كتقبل القسمة على 5 تبقى 0، 8 فيها 1 غتبقى 3، 39، إذا غتبقى لنا 4، الباقي 4. علاش؟ لأن هانت 1089 إلا قسمناها على 5، عندنا 10 فيها 2 تبقى 10، يعني 0، نزلو 8 فيها 1 تبقى 5، يعني غتبقى لنا 3، 39 فيها 7، 7 في 5 35، غتشط لنا 4، إذا غتشط 4. باقي قسمة رقم الوحدات على 5، 9 إلا قسمناها على 5 غتبقى لنا 5 وغتشط 4، إذا الباقي هو 4. إذا هنا أشنو كنلاحظو؟ أستنتج ما يلي: يكون العدد قابلا القسمة على 5 إذا كان، إذا هنا كتلاحظو ملي كيبقى ليا 0، هنا ملي كيبقى ليا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 كيكون العدد أولا، مهم 1 ولا 2 ولا 3، إلا أن ميمكنش نبقى 5 خاصنا ضروري نقسموها. إذا إلا بقى ليا شي عدد من غير 0 كنعرف أن هذاك العدد لا يقبل القسمة على الاعداد، بحال دابا مثلا عندي هذا، هاد العدد نشوفو واش كيقبل القسمة على 5، إذا كنشوف شحال تبقى ليا، بقى ليا 1، إذا هذا لا يقبل القسمة على 5، علاش خاصو يبقى ليا 0 باش نعرفو بأنه يقبل القسمة على 5. بحال دابا مثلا هذا رقم وحداته 0، إذا شحال تبقى ليا ملي قسمتو على 5، بقى ليا في الباقي 0، إذا هذا كيعني أنه يقبل القسمة على 5. بالنسبة لهذا العدد رقم وحداته 5، كنلاحظو أن الباقي بقى 0، إذا مادام تبقى عندي 0 هاد العدد يقبل القسمة على 5. هاد العدد رقم وحداتي 9 ملي قسمتو على 5 شحال تبقى عندي؟ تبقات عندي 4، هذا يدل على أنه لا يقبل القسمة على 5. إذا من هنا شنو كنستنتجو؟ كنستنتجو أن العدد باش يكون قابل للقسمة على 5 خاص يكون رقم وحداتي يا إما 0 يا إما 5 فقط، يا إما يكون 0 أو 5. إذا كان رقم وحداتي 0 أو 5 فهو يقبل القسمة على 5. إذا يكون العدد قابل للقسمة على 5 إذا كان رقم وحداته 0 أو 5. بالنسبة للجدول الثاني عندنا العدد 136 رقم وحداته 6، باقي قسمة العدد على 2، إذا إلا شدينا هذا العدد وقسمناه على 2 إذا 6 كتقبل القسمة على
اثنان. اذا شحال غتبقى عندنا؟ غتبقى عندنا صفر، لان 6 فيها 3 باقي قسمه رقم الوحدات على اثنان. اذا الا شديت 6 قسمت على اثنان غتبقى ليا صفر، يعني كيقبل لي القسم على اثنان. بالنسبه للعدد الثاني رقم وحداته 3، باقي قسمه العدد على اثنان. اذا الا قسمت هذا العدد كامل 543 غتبقى ليا، لان هنا 3 في الوحدات غتبقى ليا واحد، لان 3 شحال فيها من اثنان؟ فيها واحد، اثنان واحد، وغتشط ليا واحد. باقي قسمة رقم الوحدات على واحد، يعني غتبقى على ثلاثة، على اثنان عفوا، غتبقى ليا دائما واحد. ثم العدد 104 رقم وحداته 4، باقي قسمة العدد هنا هاد العدد إلا قسمته على اثنان باينة غتعطيني الباقي الصفر، لأن 10 كتقبل القسم على اثنان هي 5، و4 تاهي كتقبل القسم على اثنان هي 2، إذا غيبقى ليا الصفر، الباقي صفر. وإلا خدينا 4 قسمناها على اثنان غادي تبقى ليا في الباقي صفر. بالنسبه للعدد الثاني رقم وحداته هو 7، باقي قسمه العدد. اذا الا شديت 23 وقسمتها على اثنان تبقى واحد، 17 تبقى 8، اذا 17 اذا ما غاديش تقبل، غيشط ليا واحد، لان غادي نديرو 16 غتبقى ليا 17، اذا 16 تبقى ليا واحد. حيت علاش 237 إلا قسمت على اثنان كاين واحد، الباقي صفر. ثلاثة كان فيها من اثنان فيها واحد، واحد في اثنان اثنان، من ثلاثة الباقي واحد. 17 شحال فيها من اثنان؟ فيها 8، 8 في اثنان 16، إذا غتبقى ليا واحد، بالتالي باقي القسمة هي واحد. وإلا شديت 7 قسمت على اثنان غتعطيني ثلاثة والباقي واحد، يعني غتشط ليا واحد. إذا هنا أشنو كنلاحظو؟ إمتى كيكون عندي صفر؟ إذا هنا ملي كيكون عندي الباقي صفر كنفهم بان العدد راه يقبل القسمه على اثنان. اذا امتى كيقبل القسمه على اثنان؟ بحال هنا في الجدول ملي كان رقم وحداته 6 او 4، يعني عدد زوجي. 6 و 4 هادو اعداد زوجيه، هنا في كاين رقم وحدات 3 و 7 هادو اعداد فرديه. اذا هنا الا كان العدد رقم وحداته زوجي غادي يكون كيقبل القسمه على اثنان. اذا يقدر يكون رقم وحداته يا اما من الاعداد الزوجيه كاين 0 2 4 6 او 8. اذا هنا استنتج يكون العدد قابل للقسمة على اثنان اذا كان رقم وحداته هي اما صفر اثنان اربعة ستة او ثمانية. اذا هادو اللي بديناهم من البداية شديناهم بهكا ما غنبقاوش نلقاو شي صعوبة في العمليات ديالنا، سواء ديال القسمة ولا اي عملية ما غنبقاوش نلقاو صعوبات فيهم. اذا من البداية نشدهم. اذا الاعداد اللي كتكون قابلة للقسمة على خمسة خاص رقم الوحدات يكون يا اما صفر او خمسة. الاعداد اللي خاصها تكون قابله للقسم على اثنان يكون عدد رقم وحداته عدد زوجي، والاعداد الزوجيه قلنا هي اثنان صفر اثنان اربعه سته ثمانيه. املأ خانات الجدولين ثم اكتشف قابليه القسمه على ثلاثه ثم على تسعه. عدي العدد 408 مجموع ارقامه، الى جمعت الارقام 8 زائد 4 غتعطيني 12. باقي قسمه العدد على تسعه، الى شديت هذا العدد وقسمته على 9 غادي ندير 408 قسمتها على 9، عندنا 4 كان فيها من 9 فيها فيها خم فيها 4، 4 في 9 36، اذا الباقي لنا 4. انزلوا 8، 48 كان فيها من 9 فيها 5، 5 في 9 45، اذا 45 غتبقى ليا 3، الباقي 3. وباقي قسمة مجموع الارقام على 9، على 9 الا شديت مجموع الارقام 12 وقسمته على 9 اذا فيها واحد، وشحال غيتبقى ليا 3، اذا 9 وغيبقى ليا الشيطان 3 عليها. هنا مجموع ارقام هذا العدد 33، مجموع ارقامي هو 6، يعني كنشد 3 زائد 3 6. باقي قسمه العدد على 9، اذا الا شديت 33 وقسمتها على 9، 33 شحال فيها من 9؟ فيها 3، 3 في 3 في 9 27، 27 اذا 13 تبقى 6 0، اذا هنا غتبقى ليا 6. الباقي قسمه العدد على 9 كتساوي 6. باقي قسمه مجموع الارقام على 9، اذا 6 الى قسمت 6 مجموع الارقام على 9، الى شديت مجموع الارقام 6 وقسمتها على 9 كتعطيني 0 وتبقى 6، اذا باقي دائما 6. اذا هنا مجموع ارقام العدد 3 زائد 9 12. باقي قسمه العدد على 9، اذا 12 حفه من 9 فيها واحد، شحال غيشط لنا؟ غيشط لنا 3، غيبقاو عندنا 3.
باقي قسمت مجموع الأرقام، إذا 12 قسمتها على 9 غتعطيني 1، ويبقى دائما 3. ثم عندنا هنا 10 18، مجموع الأرقام 18. باقي قسمت العدد على 9، 18 قسمت على 9 غتبقى لي 0، لأن 9 في 2 18. باقي قسمت مجموع الأرقام على 9، إذا مجموع الأرقام كانت 18 من نقسمو على 9 تبقى لنا الباقي 0. إذا هنا إمتى كيبقى لي 0؟ إذا كيبقى لي 0، إذا ملي كيكون مضاعف للعدد 9. إذا هنا غنكتشفو قابلية القسمة على 9. هنا مجموع الأرقام كيساوي 12، و 12 ليس مضاعفا للعدد 9. 6 مجموع الأرقام 6، إذا هذا العدد ليس مضاعفا للعدد 9 لأنه لا يقبل القسمة على 9. بالنسبة للعدد الثاني لقينا المجموع ديال الأرقام 12، و 12 ليس مضاعفا للعدد 9 بالتالي لا يقبل القسمة على 9. بالنسبة للعدد الأخير لقينا مجموع الأرقام هو 18، و 18 مضاعف للعدد 9 وبالتالي يقبل القسمة على 9. إذا هنا متى يكون العدد قابلا للقسمة على 9؟ إذا يكون العدد قابلا للقسمة على 9 إذا كان مجموع أرقامه مضاعفا للعدد 9 أو من مضاعفات 9. إذا فقط خصو يكون مضاعف للعدد 9، ديك الساعة نقول بأنه قابل للقسمة على 9. بالنسبة للجدول الثاني عندنا العدد هو 81، مجموع أرقامه 8 زائد 1 كتعطينا 9. باقي قسمة العدد على 3، إذا إلا شديت 81 وقسمتها على 3 غتبقى ليا 0، لأن 8 شحال فيها من 3؟ فيها 2، وغيشيطو ليا 2، غتشيط ليا 2 21، إذا غتكون 7. إذا غتكون 27، 27 ضربتها في 3 غتعطيني 81، إذا غيشيط ليا 0. باقي قسمة مجموع الأرقام على 3، إذا إلا خديت 9 وقسمت على 3 غتعطيني 3 وغتبقى ليا 0، إذا الباقي كيساوي 0. بالنسبة للعدد الثاني عندي 3 زائد 7 10 زائد 1 11، مجموع الأرقام 11. إلا قسمت العدد على 3، هاد العدد 173 قسمته على 3، كان 173 قسمته على 3 غتعطيني 5 15 شط 2 23 فيها 7 21 شط 2، إذا الباقي 2. باقي قسمة مجموع الأرقام على 3، إذا 11 قسمت على 3 غادي نلقى فيها 9، 9 في 3 غنلقى فيها، الا قسمتها على 3 غنلقى فيها 3، 3 في 3 9 غتشط ليا 2، غتبقى عندي 2. ثم عندنا العدد الثاني 6 زائد 7 13 زائد 5 18. باقي قسمة العدد على 3، اذا الا خديت 576 قسمتها على 3 عندي فيها 1 تبقى 2، 27 فيها 9 صفر، نزلو 6 فيها 2 الباقي صفر، اذا كتبقى ليا 0. ثم باقي قسمة مجموع الارقام على 3، 18 قسمت على 3 غتعطيني 6، و 6 في 3 18 وغيبقى ليا 0. بالنسبة للعدد الاخير عندنا مجموع ارقامه 12، باقي قسمة العدد على 3، 408 قسمو على 3 فيها 1 تبقى 1، 10 فيها 3 يبقى 1، 18 فيها 6 الباقي 1، اذا كتعطينا 136 كيتبقى لنا 0. باقي قسمة مجموع الارقام، اذا 12 الى قسمتها على 3 غتعطينا 4 ويبقى ليا 0. اذا هنا شنو كنلاحظوا ثاني؟ متى يكون العدد قابل للقسمة على 3؟ اذا الا كان مجموع الارقام ديالو، اذا كان مجموع ارقامه مضاعف للعدد 3 او مضاعف للعدد 9، بحال شو هنايا 9 مضاعف للعدد 9 ومضاعف للعدد 3، اذا كيقبل القسمة على 3. بالنسبة ل 18 هي مضاعف للعدد 9 وفي نفس الوقت مضاعف للعدد 3، اذا يقبل القسمة على 3. وهنا مضاعف للعدد 3، اذا امتى كقاعدة امتى غنقولوا بانه قابل للقسمة على 3؟ الا كان من مضاعف 3، لانه تي الا كان مضاعف ديال العدد 9 راه يقبل، تي الا كان مضاعف ديال العدد 9 راه يقبل على 3 اوتوماتيكمون، يقبل على 3. اذا الا كان العدد مضاعف ديال 9 راه باين قابل للقسمه على 3، والعكس غير صحيح، مثلا مضاعف 3 لا يقبل القسمه على 9، اذا مضاعفات 3 لا تقبل القسمه على 9، في حين ان مضاعفات 9 تقبل القسمه على 3. اذا هنا بصفه عامه، اذا كل مضاعف للعدد 3 فهو يقبل القسمه على 3، اذا يكون القابل العدد قابلا للقسمة على 3 اذا كان مجموع ارقامه، جمعنا الارقام ديالو ولقيناه من مضاعفات 3.
إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات 3. بحال هنا لقينا 9 مضاعف ديال 3، 3 في 3 9، هنا 18، 18 من مضاعفات 3 لأن 6 في 3 18، وهنا 12 من مضاعفات 3 لأن 3 في 4 12. إذا فاش يكون العدد من مضاعفات 3 اللي جمعنا ليه الأرقام ديالو لقينا من مضاعفات 3 فهو يقبل القسمة على 3. هل كل عدد يقبل القسمة على 9 يقبل القسمة على 3؟ واش نعم ولا لا؟ نعم، يلا قلناها. إذا كاع الأعداد اللي كتقبل القسمة على 9 راها اوتوماتيكمون كتقبل القسمة على 3. هذه قاعدة خصنا نعقلوا عليها. إذا نعم، أما الأعداد اللي كتكون مضاعفة بحال مثلا هنا 12 مضاعف ديال 3 لا يقبل القسمة على 9، و 18 مضاعف ديال 9 يقبل القسمة على 3. إذا كل عدد يقبل القسمة على 9 فهو يقبل القسمة على 3. جو كومبليت لو طابلو سيكونت، خدنا لو نومبغ وهذا ديفيزيبل باغ دو، واش قابل للقسمة على 2. إذا إلا بغينا نعرفو واش كيقبل القسمة على 2 خصنا نشوفو رقم الوحدات. إذا رقم الوحدات خصو يكون واحد النومبغ بيغ، يعني عدد زوجي. إذا عندي هنا 0، 0 سي تان نومبغ بيغ، إذا هنا يقبل. ديفيزيبل بار 3، إذا خصني نجمع الأرقام ديالو، خاص لا صوم ديال هاد الأرقام يكون من مضاعفات ديال 3. إذا 2 زائد 1 3، نعم حتى هنا ديفيزيبل بار 3. ديفيزيبل بار 5، نعم. شنو قلنا على قابلية القسمة على 5؟ خاص يكون رقم الوحدات يا إما 0 أو 5، إذا هنا عندي رقم الوحدات 0. ديفيزيبل بار 5. ديفيزيبل بار 9، إذا عندي 2 زائد 1 3، و 3 ليس مضاعف للعدد 9، إذا هنا لا، ما غادي نديرو حتى شي حاجة. عندي 333 ديفيزيبل بار 2، لا، لأن رقم الوحدات 3 غنخليوها. ديفيزيبل بار 3، نعم، لأن 3 و 3 6 9، إذا هنا غنديرو علامة. ديفيزيبل بار 5، ما عندنا لا 0 ولا 5، إذا ما غيقبلش. ديفيزيبل بار 9، عندنا 3 و 3 9، إذا 9 مضاعف ديال 9، وبالتالي يقبل ديفيزيبل بار 9. ثم عندنا 6676 رقم وحدات 6، إذا ديفيزيبل بار 2. ديفيزيبل بار 3 غنديرو 6 و 8 14، 14 و 6 20 7 27، إذا ديفيزيبل بار 3 لأن 27 مضاعف ديال 3، 3 في 9 27. ديفيزيبل بار 5، لا، لأن رقم وحدات 6 وحنا كنعرفو أن قابلية القسمة على 5 خص تكون يا إما 0 يا إما 5. ديفيزيبل بار 9، إذا شحال قلنا؟ قلنا 27، نعم، لأن 27 مضاعف ديال 9. عندنا ديفيزيبل بار 2، لا، رقم الوحدات 5 لأنه عدد فردي ما يقبلش. ديفيزيبل بار 3، 3 13 18، نعم، لأن 18 مضاعف ديال 3. ديفيزيبل بار 5، نعم، لأن رقم الوحدات 5. ديفيزيبل بار 9، نعم، لأن قلنا 18 مضاعف ديال 9. إذا وهكا كنكونوا أتينا على نهاية التمارين الخاصة بالحصة ديالنا ديال اليوم. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله.